بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. إذا عندنا مجموعة قولتين في الدرس الاشتقاقية، يكون اشتقاقية ثلاثة بالنسبة للفيديو. إذا عندنا التطبيق واش يقول لنا؟ أحلموا فيه جميع القواعد شوية تاع الاشتقاقية، أحسن مشتق ثالث كلمة موجود، ناقص 5 إكس مكعب زائد 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 11. جيل إكس تساوي دالة ناطقة كسرية لكنها درجة ثانية ومتجانسة، طبعا هنا متجانسة درجة ثانية درجة ثانية. أش دي إكس دالة جذرية، 3 في جذر 5 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 2، بالتالي إكس تساوي دالة جذرية مركبة، دالة جذرية كسرية اسمها دالة مركبة. هذه إكس تساوي تانجونت إكس، هذه دالة معروفة دالة التانجونت، بالتالي إكس تساوي كوس تفتح كوس 7 إكس ناقص 1. ان اكس تساوي كم منطقه ل اكس ناقص 2 زائد 7، و ان دي اكس او اش دي اكس بدل ما درنا ان دي اكس من هنا ان دي اكس حروف لاتينيه 5 في سينيس اكس مربع زائد فور. غنشوفوا الحل تاع التطبيق وحده وحده، وكل حاجه نديروا عليها تفكير. نبداو الدالة الأولى هي دالة كبيرة حدود، طبعا واش يدير يدير بوز بوز الفيديو ماذا بيا يحاول وحده في حل التفكير. إذا بدا الدالة الأولى الحل لدينا اف دي اكس تساوي ناقص 5 اكس مكعب زائد 4 اكس مربع زائد 7 اكس ناقص 11. بون عندي التذكير دي مشتق دالة كبيرة حدود، شو يساوي مشتق ا اكس اس ام كما قلنا المرة فات تساوي نضرب الاساس بالاس ا ام في اكس اس ام موز اوكي تسمى الاس يا فطر، وبالتالي مشتق ناقص 5 اكس مكعب شنو غيكون؟ 15 ناقص 15 إذا هو مشتق تاعنا الدالة رقم لا الدالة الثانية هي دالة كبيرة حدود ناقصة دابا إكس مربع ناقص 5 على 1 ناقص إكس مربع جي دي إكس هكا تساوي كسر 3 اكس مربع ناقص 5 على 1 ناقص 5. هذه الدالة كسرية ومتجانسة. ما معنى كلمة متجانسة؟ أي المجهول درجة البسط هي نفسها درجة المقام، يعني ما كانش ما جاتش بوناشي مش مربع ما تحت اكس ومت واضح. إذا واش يكون مشتق دالة جذرية على التفكير بنفس الطريقة هديرو التفكير قلنا كيف يكون عندي دالة مهم شيء تساوي اي على V دونك يساوي مشتق دالة جي بي هو مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام. إذا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام فهمين؟ وهضرنا كي قلنا كاينة حالة خاصة هذه كما تكون دالة متجانسة حالة خاصة باش قلنا خاصة اللي فات قلنا نديرو طريقة المحدد قال جي بي تساوي نديرو طريقة المحدد على المقام وقت راح نفس معامل اكس الفوق اللي هو ا معامل اكس مثلا هو اكس بريم تحت هو ا بريم والثابت الفوق والثابت تحت في مشتق المتغير تاعي على المقام وقت. علاش سميه المحدد؟ لانه هو قانون التوازي نديرو قاعدة اكس هذا في هذا
ناقص قانون كما كنا نحس الريفات هذا في هذا في مشتق المجهول تاعي اللي قاعد يسرق الداله على المقام هذا تشوفوا مثال باش تفهموا هذا تذكير اذا رحنا راح نبداو نشوفوا المشتق تاع الداله جي بريم دي اكس تساوي خط كسر لاحظ مشتق الداله الاكثريه اول داله الاكثريه نبدا نشتق مشتق البسط مشتق 3 اكس مربع ناقص 5 يعني نشتق هذه الحدود قال هو 6 اكس ناقص 5 ومن احسن الطلب باش يدير دير كما قلت لكم اللي فات الاقوس مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام اوكي باش ما نغلطش الطلب باش ما يغلطش اذا لاحظ مشتق البسط مشتق 3 اكس مربع هو 6 اكس في المقام نكتبوا كما هو 1 ناقص اكس مربع ناقص مشتق المقام مشتق واحد هو صفر مشتق ناقص اكس مون ناقص 2 اكس بزاف طلاب اللي يقول لي 2 اكس بزاف طلاب اللي ناقص هاد اللي شنو يديو مشتق ناقص اكس مون هو ناقص 2 اكس اذا في البسط في 3 اكس مربع ناقص 5 على مربع المقام على 1 ناقص اكس مربع الكل مربع واش عارفوا اذا هذه واش هي نديروها بالحروف الهجائيه مشتق البسط في المقام ناقص لاحظ مشتق المقام في البسط على المقام كيف اشتغل شي ريفيزي اعيد مشتق البسط مشتق 3 اكس مربع ناقص 5 هو 6 اكس ناقص 5 استاذ مشتق عادي 3 هو 0 اذا خرجنا بلي مشتق البسط هو 6 اكس في المقام نكتبوه كوبي كولي تسمى نهزوا المقام نكتبوه تركي من نقيس فيه مشتق البسط في المقام ناقص قانون ناقص هذه اشاره تاع قانون خطير مي خطير هذه راهي قانون شوف يلا ناقص قانون مشتق المقام مشتق واحد هو صفر مشتق ناقص اكس مربع هو ناقص 2 اكس ايه في البسط في 3 اكس مربع ناقص 5 نزلو كيف على مربع المقام تلقاو كان عندي امور تاع سابق امور تاع كاتريوم 12 مربع إذا تساوي أول ما كان مربع كذا ما نقيسوش قلنا هذا ما ندوش باقي كيف قدرنا نحسبوا هذا راه موجب تماما ما يتقاش لا في الإعدام لا في الإشارة بتاعت كي نجيب برسم الدالة هذا من نوع النفس نبدا 6 إكس في 1 ناقص إكس مربع ناقص 2 إكس في 3 إكس مربع ناقص إي طالب إي طالب عادة كي يشوف فكرة كيما هذه يعني الدالة البسط كيما هذا راح يبدا ينشر صح ولا لا انا النصيحه نتاعي دائما الطلاب رد بالك تنشر قبل ما ننشر قبل ما ننشر نحاول انه نهزوا عامل مشترك ماذا بيك ان البوست تاعك تكتبوا على شيء جدا عالي التلميذ الممتاز اني وعيد الطالب الممتاز هو اللي يحاول يكتب دوم البسط على شكل تحليل قوس في قوس ماذا بيكم علاش باش بعد في الانعدام راح ندير اما او اما خلينا نرجع الى حساب المميز لنا انتبه مليح وركز في كل كلمه تخرج من فوق الاستاذ لكن بعد كي تلقى المشتقة حتى في الإطار راح تجينا خطوة اسمها انعدام المشتق راح نعرف المشتق فهمين انعدام المشتق من انعدام البسط تسمى ذاك راح تحل معادلة هو البسط يساوي الصفر لهذا ترى ماذا بك انت تلقاها درجة ثانية ولا درجة ثالثة ولا ماذا بك تلقاها درجة ولا تلقاها قوس في قوس باش دير اما الاول يساوي الصفر او الثاني يساوي الصفر اذا انت الطالب الذكي قاعد يشوف باللي هناك عامل مشترك هو 2 اكس شوفوا 6 اكس فيها 2 اكس 6 نجم نكتبها حتى في 2 وهناك هنا 2 اكس يعني ماذا بيا نهزوا اقل اصغر عدد عامل مشترك اذا راح نهزوا هنا 2 اكس كعامل مشترك ونفتح القوس 6 اكس اللي قلنا نجم نكتبوها 3 في 2 اكس اذا كي تروح 2 اكس واش تبقى؟ 3 بصح نضربها في واش في 1 ناقص اكس نديروا عارضه نديروا 3 نفتح قوس في واحد ناقص اكس مون تقول لي شيخ ما فهمتش نقول لك انشر اتحقق ترى 2 اكس في كم 6 اكس في واحد ناقص اكس مون فاهمين مليح ناقص شوفي ديجا حاجه ناقص في ناقص زايد هاي زايد ناقص في ناقص هاي زايد احنا راح نحيو 2 اكس واش تبقى؟ تبقى واحد مضروب في واش في 3 اكس مون فناقص تبقى واحد تبقى 3 اكس مربع ناقص 5 3 اكس مربع ناقص 5 من بعد نحسب الاقوس ونبقى هذه ختمتها لكم بطريقه بسيطه تحب تنشر
2 اكس في 3 6 اكس عامل في 1 ناقص اكس مربع 2 اكس عامل في مقدار هذا ناقص في ناقص هذه رديتها انا زايد وضع الله انتبه منها تسمى عاودنا نديرو فيديوهات باش الطالب يعاود يوم حتى يعاود يريفيزي بالشرح تاع الاستاذ فرق انك تريفيزي الكراس باش تحل التستيلو تاعك وفرق انك تزيد تعاود الشرح خط يسار مقام تاعي مربع توجور مقام مربع اذا 2 اكس هنا استبدال عارضه بقوس هذا هو الطول صفر ننشط 3 في 1 هذا 3 في نفس اكس مربع 3 اكس مربع زائد 3 اكس مربع ناقص 5 الكل على المقام لاحظوا قد دائما كي تكون دلة مجانسة يكون هناك توصيل زي ما يكون هناك توصيل توصيل خد كسر عندنا نفس 3 اكس مربع تروح لنا زائد 3 اكس مربع وش يبقى داخل قوس يبقى 3 ناقص 5 هي ناقص 2 ناقص 2 كي تضرب في 2 اكس ترجع ناقص 3 اكس على المقام مربع اللي هو 1 ناقص اكس مربع الكل بشرط ناقص مش هي بسطها تكون معاها خد كسر اذا هذه هي مشتقة هي ناقص 4 اكس على 1 ناقص اكس مربع الكل تسمى ضرب الاعدام بسيط نحب نعرف الداله هذه واش ندير الاعدام البسيط 4 اكس يساوي السبع معناها اكس يساوي السبع واحد غبي قلت له 4 اكس يساوي السبع قال لي اكس يساوي ناقص 4 قرر ويا يزيد هذا فهمين هذه مشتقة رايح تسموها بطريقة الثانية هي بطريقة المحدد وهي على بغيت نفهمكم علاه نديروا طريقة المحدد لتوصيل الامور ديرو تاعك محدد بيتشيكو بلا نيسا ديرو تلقاو في الفيديو ثم باش في الدوز بون نحس بورا بيت نشوف طريقة المحدد تابع معايا لانه بزاف يقول لي شيخ طريقة المحدد ما فهمناهاش هنايا شكون طريقة المحدد هذا يقول ماشي بالميت كي تكون الدالة تاعك بسيطة طريقة المحدد تجي بسيطة المقام ورا نكتب هنا بار هنا بار في مشتق شكون شكون المتغير اللي قاعد يمشي هو اكس بصح الدرجه تاعو شكون هو المتغير اكس مور يعني في مشتق اكس مور واش نكتب البار راح نكتب معامل اكس مربع اللي فوق ماشي هو خليني نقول بلون المعامل الدرجه تكون بلون مخالف 3 اكس مربع معامل اكس مربع هنا هو ناقص واحد يا اخي كي يقولوا ناقص شو معناها هنا ناقص واحد والثواب شكون الثواب فوق ناقص 5 والثابت تحت شكون هو؟ واحد شوفوا مليح كان كتبتهم باللون الاحمر وكان كتبتهم باللون الازرق اللي باللون الاحمر هم معاملات اكبر درجه صح ولا مش صح؟ واللي كتبتهم باللون الازرق هم الثوابت لانه اصل الكتابه هذه في الحقيقه هو واحد بيغلط اصل الكتابه هذه المفروض هي هذه هي 3 اكس مربع ناقص 5 على ناقص اكس مربع زائد 1 الحقيقه اصل الكتابه هو هيك تعملوا واضح؟ لا راه نعطي لك السؤال اعطيني معامل اكس مربع فوق اعطيني شيء ما طلع لا اعطيني معامل اكس مربع تحت اعطيني الثابت فوق هو ناقص 5 اعطيني الثابت تحت واحد ومن بعد نديرو قاعدة اكس جداء الطرفين كي شغل جداء الطرفين يساوي في الوسط اللي هو قانون التوازن ا بي بريم ناقص بي ا بريم هذا هو قانون التوازن فهمت كي شغل هذا شعاع وهذا شعاع قانون التوازن ديال شكل تعامل يجيب العكس وقانون التعامل ديال شكل التوازن هذا في هذا زائد هذا في هذا هذا في الأشعة بلنت ملات الدور يخدم تجيب بين اكس تساوي خط كسر 3 في 1 3 ناقص قانون شوفوا مليحة خديك من ناقص هذه خداها هي ناقص 1 في ناقص 5 زائد 5 في الناقص ناقص 5 بين قوسين عاملة في واجب في مشتق اكس مربع هنا الخطا تاع التغير يقول لي في اكس مربع يقول لي اكس انا كتبت في مشتق اكس مربع ما قلتش في اكس مربع 2 اكس شو سي مشتق اكس مربع 2 اكس على المقام مربع اللي هو 1 ناقص اكس مربع على الكل مربع اش تشوف وريني 3 ناقص 5 ناقص 2 ناقص 2 في 2 ناقص 4 اكس على المقام مربع شوف انا نسوي ناقص 4 اكس على 1 ناقص اكس مربع البال لا تقول لي استاذ هذه طريقه بسيطه طريقه في محدد بسيطه لكن اول حاجه تحتاج الى طالب لازم يعرف كيف يخدم هذا رقم واحد رقم اثنين لازم تطيح في المتجانسه تاعي مش دائما تبقى المحدد الا اذا كان فيها متجانسه
استاذ واش تقصد متجانس؟ واش تقصد؟ يعني مكتوب على الشكل ا في نجمه زائد ب على ا فتحه نجمه زائد ب. درجه البسط هي نفسها درجه المقام وتكون بالشكل هذا. يعني ما يصحش مثلا تكون 3 اكس مربع زائد 7 اكس درجه ثانيه بعد درجه اولى. نو فهمتني؟ اذا كان درجه ثانيه تبقى درجه ثانيه، واذا درجه اولى تبقى درجه اولى، ومش غير درجه، مهم تكون متجانسه. قد تكون حتى هكذا 7 سينوس اكس زائد 1 على 3 سينوس اكس ناقص 5. هذا في طبق المحدد متجانس، سينوس سينوس كوسينوس كوسينوس جذر اكس جذر اكس طنجنت اكس طنجنت اكس طبق المحدد كامل. فوالا ننتقلوا ل دابا رقم 3. نذكر لك مثلا تاع السينوس، على بالي كان تلميذ قال لي شيخ ما فهمتش واش المقصود بالسينوس. مثلا كنت تكون عندي بدل اف اكس مثلا بطريقة دايما التجانس، مثال 2 سينوس اكس مثلا ناقص 5 على 3 مثلا ناقص، أي مثال ناقص ناقص 7 سينوس اكس، هذه متجانس. صح سينوس اكس سينوس اكس واش دير دير واحد بطريقة كيما هذي، المقام مربع تاعك 3 ناقص 7 سينوس إكس مربع، نفس معامل السينوس في الوسط شكون هو؟ هو 2، معامل السينوس في المقام هو ناقص 7، ثبت البو هو ناقص 5، ثبت التحت هو 3، واش ناقص السينوس؟ راه الدار مكلافي، وراه السينوس هاو السينوس، هاو ناقص السينوس، هاو الكوس إكس، هاو ناقص كوس. احنا قلنا الساعة واش بها؟ الساعة كاع تشتق، اوكي؟ واش ناقص السينيس؟ كوس هو الكوس، إذا هو في القانون اللي يقول فيه واش ناقص السينيس، دونك أنا حليت الديريكت هو كوس إكس، دير محدد، 2 متر ناقص 6 ناقص 5، هذه ناقص 5، ناقص 7 في ناقص 5، هي زايد 35، مع الناقص، في الكوسين، أنتم بغيتوا تساووا لاكوس، في كوس إكس، على المقام مربع. 6 ناقص 35 هي ناقص 29، النتيجة هي ناقص 29 في كوس إكس على المقام مربع، دونك هذا المشتق تاعك، هذا المشتق، فهمت؟ هذا مثال عام، هذا مثال يخليك درهم موريا نعم، إذا هذه مش شكل واش؟ مش شكل أ في أ، راح نديرو التفكير تاعها، أنا نقول التفكير، كاين طلبة مثلا ما حضروش الدرس الثاني، كاين طلبة ما شافوش في رقم 2، التفكير في سي مشتق لندا في أ، هذا قانون، ولا أ كي، يقول لك هو لندا، تسمى هذا ما يتقاسش، ما تقوليش مشتق لندا صعب، هذا هو مشتق في ثلاثة نتائج، مشتق الأولى في الثانية. راح مشتق الاولى صفر زائد مشتق الثانيه في الاولى، صباح نكتب الثانيه نضرب دي، هنا نضرب بطريقه اللي مشتق لندا اف هو لندا في اف، لاحظوا بلي لندا هذا العدد المضروب في الداله ما يشتقش، الحاله تاع اليوم شكون هو لندا؟ هو ثلاثه، تبع مليح، مش مره جايه ان شاء الله مثلا كي تلقى داله لوغاريتميه ولا اسيه في الباب تلقى عدد مضروب في داله، افهم بلي في كي تكون فيه العدد هذاك ما يضربش بس تكتب مشتق لندا اف هو لندا في اف بريم. اوكي هذا الدستور، دستور يحفظ ليه؟ نعم كان تكون مجهولة هذيك لندا لا مش ماشي،
تسميوليش عدد حقيقي، حنا قلنا عدد لمبة عدد حقيقي. كون تكون مجهول تولي مشتق جداء دالتين، يعني هي مشتقة أولى في الثانية زائد مشتقة الثانية. تمام. إذا أش بين إكس تساوي طب لازم يفرق بين لمبة عدد ولمبة مجهول. تمام. وش يصير؟ قلنا لمبة تكتب كذا هو كذا هو كذا. هين في مشتق دالة جذرية. نزيد نطرح السؤال، وش يساوي مشتق دالة جذرية؟ القاعدة واش تقول؟ هو مشتق بابي داخل شنو؟ على ضعف شنو؟ خلينا نديرو نديرو تركيب الاختراق نزيدو نفكرو في الدالة الجذرية. هذه التذكير الأول التذكير الثاني. كي تكون عندي اف تساوي جذر بي. شو يساوي اف بريم؟ يساوي مشتق بابي داخل شنو؟ على ضعف. طيب ومتاع الطلبة اللي مش حاضرين بالدساتير. مش حاضرين مشتقات قواعد مشتقات بالقوس رمى اكيد ماكش حتى تلقى بعض فيزيكا باش كاين ناس راهم حاضرين قواعد وما لقاوش الله ما بالك انت اصلا اللي ماكش حافظ القواعد راحت عليك بزاف ولا المشكل اللي لاحظناه في الطلبه تاع البكالوريوس انت تخدم معاه تقول له اعطيني مشتق تاع الاخر يسكت تقول له الاستاذ راه يجي احباط كيف يقرا تميت تاعك القواعد يقول واحد يقول له كذا وما حدش مليح نبداو نخدمو اش بين اكس تساوي قلنا كذا ما نشتقوهاش تبيع تسلم مشتق دالة جذرية خد كسر هو مشتق نابي داخل جذر على ضعف راح ندير قوس بالطريقة كيفاش تفهمو برك يعني حيشتق 5 اكس مربع زائد 7 اكس ناقص 2 على ضعف الجذر على 2 في جذر تعاود تكتب الدالة كيما هي زائد 7 اكس ناقص 2 باه الدالة اللي مديتها لك تشتقها تضربها في اثنين وتحطها في المقام شي خويا حكا لك هذه لا كان ما تهضرش عليها خليها هنا نقرا وكانك تشتق الدالة الجذرية هذه فقط هو مشتق مابي داخل الجذر على ضعف الجذر وعيد مشتق مابي داخل الجذر يعني يشتق واش كاين داخل الجذر فتحة على ضعف الجذر دون كذا اوكي تمام
بالعكس يقول الاستاذ قلت لكم ما تنشروش تعاونوا. اذا من الغباء ان ننشر كلام انا تزيد تضخم في الامر من خلال تحل معادله 10 اكس زائد 7 تساوي 7، من خلال تحل معادله 30 اكس زائد 21 تساوي 7، ايهما افضل؟ الهدف تاعنا الاولاد او مش تفصيل الداله المشتقه اللي تبع على ابسط شكل النقط، الهدف تاعنا اني دائما نخم انه من بعد كيف نعرف المشتقه. انت دائما حاط في بالك بلي المشتقه دائما راك تهدمها وراك تحوس على الاشاره تاعها. انا نقول لك المقام يتوش با مثلا تحب تدرس الاشاره تاعها انا موش بين صاحب الاشاره. شوف ثلاثه تقول لكم السلام عليكم تروح، اثنين تقول لكم السلام عليكم شد يروح باسكو موش. وبالتالي الاشاره تاع مشتقه من اشاره ماذا؟ من اشاره 10 اكس اكس با عندي فيها شيء. واحد من يجم يقول لنا هل مشي الاشاره تاع 10 اكس اكس با اسكو موش ولا سلم صح؟ واحد من يجم يقول تمام لازم ندير لها جدول نديرو تنعدل عند ناقص 7 على 10 جدول نبداو بالاشاره بعد غادي نمشي نديرو هذا قال تنعدل عند ناقص 7 على 10 ناقص من زائد من هنا نكتب هنا اكس ونكتب هنا 10 اكس زائد 7 وعامل اكس موش بلا سلم موش مش واحد تعكسه تعدمه توافق. يقول المشتقة تاعي من ناقص 8 ناقص 7 على 10 سالبة ومن ناقص 7 على 10 زائد من هنا مش بها موش بلا سلم شنو هذا ما دخلتش هذا احنا مش موش هذا اللي قاعد تشوفوا فيه تخيلوها تخيلوها كانه هو 7 بدل هل 7 تدخل في الاشارة ما تدخلش في الاشارة. هذا هو المنطق الرياضي هذا هو الطرف فاللي بدا يتعلم المشتقات ويعرفوني روحي اسمع هو إذا ما هذه مشتقة تاعنا يعني قلت لكم ردوا بالكم تنشروا ثلاثة ما تنشروش حتى واحد ثلاثة بس عاقلة طفلة عاقلة وقاعدة في الشوكة أنا نضربها ولا نحاربها ولا نقول لها مشي طول ثلاثة موجودة فهمت دالة موالية نعم جذب تيلي اكس جذب 3 اكس زائد 7 3 اكس ناقص 7 زائد 7 على 2 ناقص 2 ناقص هذه دالة مركبة دالة جذرية كسرية لكن كسرها دالة متجانسة شوفوا شوفوا ما في داخل جدول متجانس ولا اسمه مش بعد نشوف ديال المحدد تمام بابا نروح نذكروا واش يقول مشتق دالة جذرية دالة جذرية احنا قلنا قبل بدي مشتق دالة كيف عندي اف تساوي جذر اي تكلمنا بدي قلنا اف بريم مشتق تساوي اي بريم على 2 جذر صح ولا مش صح؟ يعني مشتق ما في داخل جذر على ضعف اوكي بابا قلت لي اكس تاعك هي دالة جذرية صح ولا لا؟ هي دالة جذرية راح نقول مشتق ما بداخل جذر على ضعف الجذر صح واش كان داخل الجذر كان كسر ما كانش مشكل راح نقول هو 3 اكس زائد 7 على 2 ناقص اكس فتحة يعني مشتق ما بداخل جذر على ضعف الجذر على 2 جذر 3 اكس زائد 7 على 2 ناقص القاعده واش تقول؟ تقول كي يكون عندك مشتق جذر هذا الورده شو يساوي المشتق تاعها؟ هو مشتق الورده على ضعف الورده تعرفوا الورده هذيك ها جذر الورده هو مشتق ما بداخل جذر معناها مشتق الورده على 2 جذر الورده اليوم الورده تاعنا جدا بكسر دونك راح نقول هو مشتق دالة كسرية الكسر اللي هو ما بداخل جذر على ضعف جذر تسمى الدالة اللي مديتها لك الدالة اللي مديتها لك ضربها في اثنين وحطها في المقام شفت الدالة اللي مديتها لك ضعفها شوف من جات اثنين قانون دستور وحطها في المقام والمقام قال لي الاستاذ دائما ما توش با علاش؟ لاحظوا اثنين مش فين؟ موش والجذر مش فين؟ موش شو بلاد الجذر والقيمة المطلقة والتربيع هذه كلها موش فين؟ كي يقول الطبيعي معناها لا بيسونس دو كان يعني كل عدد زوجي عدد زوجي ثم تراني اسال في الداله هذه كل هذه كل تراني اسال مش هو مشتق دال اكسر صعب شو يساوي مشتق دال اكسر؟ نقول هو مشتق البسط
في المقام ناقص مشتق المقام النص على المقام واحد تسمى تلقى روحك اللي قاعد تشتق في ذاك الصوت ها هو مشتق ذاك الصوت اثنين شد رايها ثلاثة إكس زائد سبعة على اثنين ناقص راح نبدا مشتق 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 ذا ناقص مشتق الوسط هنا ما نيش ندير المعدة خليني نخدم المعدة مشتق الوسط هو ثلاثة في المقام في اثنين ناقص إكس ناقص خلو مشتق المقام مشتق اثنين ناقص إكس ديما عين عين تعيش على معاد إكس ها راي معاد مستقيم وهذا المعاد مستقيم كي يقول لك مشتق الوسط روح للمعامل إكس كي يقول لك مشتق المقام روح للمعامل إكس المقام حالة خاصة باش الوسط والمقام راه معادلات مشتقين في مثال هذا مثال تمام كي نقول لك مشتق 3 إكس زائد 7 قول لي كم كي نقول لك مشتق 2 ناقص إكس قول لي ناقص 1 تمام إذا مشتق الوسط في المقام ناقص مشتق المقام ناقص 1 في البسط 3 إكس زائد 7 على مربع المقام على 2 ناقص إكس الكل مربع تمام واش عارفكم هذا هذا هو مشتق البسط في المقام ناقص هذا هو مشتق المقام وهذا في البسط على المقام وهذا عاودنا كتبناه كيما كان هذا بدا حاجه واحد مشهور مهم جدا انه الطالب يركز مهم جدا التركيز هو مش يفوق نقلق الله يمد في هذا الكل هذا كسر هذا حتى هو كسر المقام هو واجب واحد تمام مش بعد واحد يدير البعيد البعيد القريب اسم هذا بعد راح يضرب فيها هذا راح يضرب لازم تستوعب ما نخليوهاش على الشكل ا على بي الكل على سي احنا قاعده نقول لك ا على بي على سي هي ا على بي سي هذا مقام وهذا مقام ودي المقامات يساويو بعضها هذا مقام وشي هذا حتى هو مقام اذا عدد على مقام على مقام هو العدد على جداد المقامات فما تخليها هكا وتقعد تتبع فيه تمشي انت تمشي معاه الطالب الذكي هو دين يدير التبسيط يحاول البسط وفي نفس الوقت ننشط كذا في اثنين ست كذا في ناقص اكس ناقص ثلاثة اكس ناقص في ناقص ثم بلاك ترجع زد ناقص في ناقص واحد هذه ترجع زد اوكي زد واحد في كذا اكس زائد سبعه كذا اكس زائد سبعه على ماذا على جداء المقام المقام كي يضرب هذا في هذا الاولويه العدد يجي اثنين اثنين هو اللي يجي دوك هين في اثنين ناقص اكس مور هين في جذر ما ثلاثة اكس زائد سبعة على اثنين ناقص اكس هنا يقرا يروح يروح كاش تمسك لازم تحط كما يقول المصري الاعصاب تاعك في ثلاجه لازم نخدم بلا عقل ونركز ونعاود في الدار واحد يوم لنا كذا باش نتمرن الموضوع لاحظوا دائما المقام انا دائما نقول نتو شفا المقام شوفوا عليها باللون احمر المخ اللي بدا يهز عباد المخ ويشفى نتو شفا ما تقيسش هذا ما تقيسوش علاه يا طارق يا طول على سنين موجب سنين ناقص اكس الكل مربع موجب والجذر موجب يعني هو كانه المقام هذا الكل كما قال الشيخ بيت هو كانه هو زائد سبعه خير في الذاكره تاعك تسمى الانعدام تاعك راح تعرف البسط اللي هو مازال ما بسطهاش واش تعرف البسط؟ ناقص اكس وزائد ثلاثه اكس دائما قلت لكم دابا متجانسه واش قلت قبيل نسيت فيها مش اختزال فيها تفصيل كي نقول اختزال نسمع اختزال البسط مع المقام لكن التبسيط هو لا سيمبليفيكاسيون دي كالكول كما سيمبليفيكاسيون 7 زائد 6 قداش 13 شكون منكم يقول لي مشي الاشاره تاع المشتق هو موجب تمام يعني موجب تمام وما قامش به موجب تمام 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 هذا تسمى من بعد احنا كان لا عدد لا نحسب لا مميز لا لا اكبر تمام من صفر كم تشوفوا؟
كيفاش المشتق هذا كل شيء شبه بلا 13 هلا شكون الطالب الذكي هو اللي بسط المقام كيما كيما هذيك شكون تمام شوف كيف مربع وهذا جبر كاين واحد يعكس ستيل كل شيء كيما تجي كل واحد كيما العلم حتى هو مقامات العلم مقامات طب لازم يعطيك نعم استاذ كان شتقينا دلنا قصريه الساعه الاولى ومن بعد دلنا لا لا جرب يتقسمي الدرب جرب حنا دايما نقول زملائكم كي نحبوا نتعشاو ولا نتغداو ها نكملوا كل اسبوع مش كل واحد ياكل وحده وراه المشتق قريش كي تبدا تشتقي ماذا بيك تشتقي كلش ما في داك قال المشتق بسط في المقام كذا كذا على جرب واش ينتق هذه قال واحد ولا اخرى واحد ما تلم سيفو سوى تاع النهج دل المواليا هذه x تساوي طنجون x طنجون x مي هنا طنجون x ما عندهاش دستور في الدائره المثليه كيف نشتق الطنجون لا بد من تفكيك لازم طنجونت واش عندك الداخل يقول لك انا طنجونت انا ما نسميش على كوسينوس وبالتالي ترجع لي مشتق داله قصري سينوس اكس على كوسينوس لاحظ لا لكن هل هذه الداله متجانسه كيف متجانسه فوق سينوس وتحت كوسينوس كيف متجانسه زي ما كما شفت الدرجه اكس اكس ما شفتش بلي المتغير كما هو هذا الداله تاعنا هي داله سينوس طرف كوسينوس هنا راح نذكروا الداله المتغير هذا هو سينوس اكس تحتها ناقص سينوس اكس هذا هو كوس اكس هذا هو ناقص كوس اكس تولي من كوس وقلنا الساعه راهي قاعد تشتغل كيف تدور عقارب الساعه؟ الساعه تمشي بثلاثة الساعه قاعد تشتغل معناها مشتق السينوس هو الكوس مشتق الكوس هو ناقص سينوس مشتق ناقص سينوس هو ناقص كوس وهكذا مشتق ناقص كوس هو سينوس دور الساعه قاعد تشتغل نبدا وش يسوي؟ هذه لاحظوا اللي رجعت لنا دالة قصرية هو مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع إذا راح نقولوا أن فتحة لي إكس تساوي خط قصر المقام مربع هكذا ندير لي قوس كوس إكس يكون مربع نديروها الكاتريوم هذه هما اللي يكتبوا ليك لكن ترى كوس إكس مربع طبيعي والسؤال قيس ما توصلوش هذه الزاوية هو كوس مربع اكس لكن هي لا تساوي كوس اكس مربع حذر يعني انت كي توزع لي التربيع للكوس على القيس ما نكتبوش التربيع للزاويه هذه ملاحظه مهمه جدا وماركينا كاين يقول بتونسي برشا برشا طلبه يغلطوا فيها يكتب الكوس اكس يكون مربع يكتب لك هي كوس اكس مربع لا التربيع اللي يخص القيس لا الزاويه هذا يسمى القيس وهذه تسمى الزاويه نبدا مشتق البسط مشتق السينيس هو كوس اكس في المقام في كوس اكس اسمه مش ترجع كوس اكس في كوس اكس هي كوس سمعت واحده قالت هي 2 كوس اكس يا انت ترى اكس في اكس هو 2 اكس ولا اكس مربع؟ اكس مربع اي في ما يسموش زائد نعيد كوس اكس في كوس اكس هي كوس مربع اكس ناقص قانون مشتق المقام مشتق الكوس وناقص سينوس ناقص سينوس اكس هين في البسط في سينوس اكس تمام باش تفهم مليح ها مشتق البسط هو كوس اكس في المقام في كوس اكس ناقص مشتق المقام في البسط تسال كوس اكس في كوس اكس ناقص ناقص مش ترجع زائد سينوس اكس في سينوس اكس على المقام قال لي شيخ مام دائما ما تمشي في المقام هذا هو المشتق تاع طوش واضح مشهور فهم واضح مشهور واضح ولا مشهور واضح اش
الشيخ مش بيك كلمه واقفه ومش واقفه عاودتها ثلاث مرات ومرة مرات لانه كنت منتظر فيكم انك تشوفوا كاش ملاحظه واحنا ان شاء الله. نعم احسنت واحد ماشي هذا الدستور تاع سبتا كاتريوان يعني هل ترى خليه هكا نتيجه عيب عيب انك تخلي المشتقات خليها هكا. لاحظوا البسط هو واحد القانون تاع كاتريوان واحد على قوس موضع اكس ولاحظوا المشتقه تاعك موجبه البسط موجب المقام مش البسط مش موجب درجه المقام موجب فهمين؟ وضع مش واضح دلا موري في دي اكس تساوي قوس سبعة اكس ناقص واحد قوس سبعة اكس ناقص واحد من الزاوية تاع الدالة هذي الدالة الدستورية قيسوها كوس وزاويتها هي 7 اكس ناقص يا هل ترى نقولوا بلي مشتق دالة الكوس كذا كذا هي قال هي ناقص سينيس 7 اكس ناقص واحد لا روح عند الحل الصح شو ساي مشتق سينيس مربع شو ساي مشتق قال كوس سينيس ولا سينيس مربع يعني كوس زاوية نفس سينيس واحد مشتق تاعها قال هذه اف بريم واش تساوي هي مشتق الوردة أول مشتق الزاوية في مشتق القيس هو شكون مشتق الكوس شكون ناقص سينيس ناقص سينيس هيك ونعاود نكتب الوردة كيما هي مشتق الزاوية في مشتق القيس خلي واش تفهموا منها نقولوا في كوس فتحة ونعاود نكتب الوردة كيما هي إذا ترجعنا نكتب الوردة مشتق الكوس هو ناقص سينيس مشتق الكوس إكس هو ناقص سينيس ناقص سينيس ونعاود نكتب الوردة كيما هي ناقص هذه ترجعنا هي ناقص الوردة بريم في سينيس وردة هذا هو مشتق الكوس وردة تمام راح نبدا نطبقوا الشيء هذا على الدله تاعنا دير بالك هذا الجمعة انتم تبغى تحسبوا فيه ساهل يجي هكذا بسيطة دير بالك على الجامعة دير ميتين دير حنا نعشقوا العلم ونعشقوا المراتب العليا بصح ما نحبوش نشقوا هذا المشكل تاع الطب نحب يقعد منا كذا ويلعب في بلاي ستيشن ولا يدير في فيسبوك ومنا وكذا كذا ويتفرج على مسلسلات ويسمع بالغناء ومنا وكذا ويحب يفرح بالفرح تاعو اللي دائما نعاودها واش قال ايمانويل كانت ذهبت ابحث عن السعاده فوجدت الشقاء فلما شقيت عرفت معنى السعادة السعادة دوما مرتبطة بالشقاء يبي إذا بغيت تسعد لازم تشقى إذا بغيت تفرح لازم تتعب واش نفرح هكذا ونزل رتل نديك الباك ومنا كذا بصح جاب يروح شخصيا الناس اللي داو بكالوريا ب 16 وما تقدر معاه يقول لك اني تعبت اني تعبت مشكلة الطلبة كان مشكلة المشكلة تاع الطلبة اليوم ماركيتو انهم ما يحضروش قوانين تاعهم وما يمارسوش ما يعاونوش الواحد في الدار ودائما نعاود نذكروا بالحديث تاع القصه اللي صارت مع الصحابي مع النبي عليه الصلاه والسلام جاء رجل الى الرسول عليه السلام وقال له يا رسول الله ادعو لي الله ان ادخل الجنه قال له ادعي لي نروح الجنه يا رسول ايش قال النبي عليه الصلاه والسلام والدعاء تاع النبي مستجاب ما قالوش يا ربي ادخل الجنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره الدعاء في السجود اعني على نفسك بكثره الدعاء في السجود يجيك اليوم غادي يقول لك الشيخ عاوني ان شاء الله ادعي لي ندير باك يا شيخ انا نقول للطلبه عاونوني بالقريه في الدار اعني على نفسك شو قال بكثره الدعاء في السجود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله اذا الطالب لا بد ان يوجد زيك الشيخ نعدي القواعد قلنا كذا الله الدار نعرف واحد شيخ عطاني كوس 7 اكس ناقص 1 انا نمشي نروح الدار نديرها سينيس نكتبها سينيس ونبدل الزاويه ندير 2 اكس ناقص 10 ميزان ونشوف راه طبق لازم تكون عندي الحلاوه تاع العلم كما يسمعوا فينا الطلبه لازم يكون عندك لو كوب كيما الماكله كما ما تكونش عندك لابيتي الماكله ها شي ماك جيعان يجي تاكل مليح فهمت ولا زي لازم يكون عندي لونفي تاع القرايه احنا اليوم ماركينا الطلبه لونفي تاع القرايه ما عندهمش مشكل كاين طلبه اللي تعطشوا الليل شتي شو اللي تبي هذا الشيء كيفاش يتحل هذا يسقسي ويدير
كاين طلبه وكانه يجيو يروحوا يقراو بالزاف بغيو يتزو روح تقرا اش بغيت تقرا امشي تقرا وكانه مش قايل مستحيل تمشي مستحيل انك تكون تلميذ ناجح مستحيل مستحيل بلا ما يقول لي باب راه تقرا وحدي وحدي ندير نقرا اذا نرجع للبلده قلنا كوس 7 اكس ناقص 1 دونك بي دي اكس اي بريم دي اكس واش تسال شو نعمل كوس ورد كوس ورد قلنا هي ورد البريم يعني شنو واش كان داخل الزاويه 7 اكس ناقص 1 فتح لا واحد هي في واش في في مشتق الكوس خلينا نديرو لكم شنو هو مشتق الكوس اي مع كتاب مع ذيك نفس الزاويه 7 اكس ناقص 1 نعاودو نكتبو الزاويه كوبي كول مش تقواش الداخل نعاودو نكتبوها تركيب تسال مشتق 7 اكس ناقص 1 هذا معاك مستقيم هي 7 مشتق الكوس قلنا هو ناقص سينيس ايه مرة نعاودو نكتبو الزاويه كي نقولو واش ناقص سينيس اكس ناقص هل الناقص تبقى داخل تبقى في وسط الرواق؟ لا خرجوها هكا معادلة ناقص 7 في سينيس 7 اكس ناقص إذن هذه هي مشتق تاع الدالة في بريم اكس سمين واضح كيفاش؟ الدالة الموالية